مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. وحنا كنتواجدوا في أفخم الفنادق اللي كتواجد بمنطقة مولاي رشيد، والفنادق اللي خاصة يعني بالحمير وبالأزبال. للأسف نقطة سوداء. تمنينا لو كان اليوم أو يوم أمس كانت زيارة للعمدة مدينة الدار البيضاء لهذه المنطقة، ولكن للأسف العمدة ما زارتش هذا المكان باش تعرف شنو واقع بالضبط في هذه المنطقة من خراب ومن توقف قطار التنمية لجال جميع المقاطعات إلا هذه المقاطعة البائسة، هذه المقاطعة اللي كتسمى بالجماعة القروية مولاي رشيد. وانا كنتمنى انكم تبارطاجيو للناس اللي غادي يشاهدوا المباشر، لان هذه منطقه كتعاني من هذه الصوره البشعه في جميع الازقه والشوارع في جميع الاحياء ديال مقاطعه مولاي رشيد، يعني في جميع المجموعات من مجموعه 5 4 3 6 المسيرات حي الرحمه، هذو كلهم احياء كيعيشوا مثل هذه الصوره اللي كتشاهدوا امامكم. صورة بائسة بمعنى الكلمة، الأزبال خارجة الشارع، هادو من مخلفات بناء العشوائي اللي كنقولوا لها النفايات أو النفايات الهامدة. فهذه فقط صورة معبرة للحي، الاكتئاب اللي كيعيشوا الساكنة ديال هذا الحي ملي كيشاهدوا هذه الصورة لا جمالية في منطقة مولاي رشيد. السلطة المحلية نائمة، مجلس المقاطعة غائب، يعني جثث تتواجد في مقاطعة مولاي رشيد جالسة على الكراسي بدون أي فائدة بدون أي إضافة. فالجميع كيتحمل مسؤولية ما وصلت إليه منطقة مولاي رشيد، هادشي ماشي يلاه وصلت لي ولكن منذ زمان. وهاد الصورة باش ما نكونوش هنا ظالمين، فالسلطة المحلية على مر الزمان هنا في منطقة مولاي رشيد نفس الشكل أي قائد أو أي باشا أو أي عامل كيجي لمنطقة مولاي رشيد فدائما كيخلي الآثار ديالو، أنه الشكل كيبقى دائما بدون أي إضافة بدون معالجة هذا الأمر للأسف. كنتمنى انكم تبارطاجيو الخوت، لعل وعسى هاد الناس يفيقوا شي نهار وينوضوا يصلحوا ويشوفوا هاد الاسطبلات او هاد الكوار اللي كاينين هنا في منطقه مولاي رشيد اللي منتشرين في اي مكان، اقول في اي مكان.